نفتح الآن ملف المباراة الرئيسية لهذا الاستوديو بين فريقي ميلان الإيطالي. هنا تكريم خاص لريكاردو كاكا في ملعب المباراة في سان سيرو، وكاكا يستحق كابتن محمد هذا التكريم، كان زميلا معنا في كأس العالم في أكثر من تغطية، شخصية محترمة ومشوار رائع للاعب من أفضل اللاعبين في تاريخ ميلان. طبعا موهبة كبيرة في المستطيل الأخضر وفي الملاعب، بره الملعب بقى حاجة بلسة، والتواضع كله. فالصراحة أنا تعاملنا معاه في كأس العالم شخصية كبيرة ولعيب كبير ولعيب أسطورة مثقف كرة القدم. بعد الاعتزال راح خد دورات في هارفارد، واحدة من أفضل الجامعات في العالم. حاجة. وبعدين في نقطة مهمة، رقم 22. 22. هو لبس 10 و22. حتى الآلة دي اللي هو صحيح. لعبت ضده في كأس القارات. كنت أنت بتلعب الآلة. هذه واحدة من أفضل مباريات في تاريخك. مصر البرازيل. كان هو طيب. كابتن يوسف، اي مباراه ننتظر بعد ان شاهدنا هذا التكريم مستحق لريكاردو كاكا؟ اليوم ميلان يفتح صفحه جديده يتمنى من خلالها جمهور ميلان ان يعود ميلان العريق المنافس الدائم سابقا على دوري ابطال اوروبا. بالفعل محمد، مباراه صعبه جدا ضد منافس صعب، ليفربول يعيش صحيح انه ربما خسر اخر مباراه، لكن دائما متجاوز في دوري الابطال، عنده خبره عنده تجربه، يمكن السنوات الاخيره كان هو افضل بكثير من فريق الميلان على مستوى دوري الابطال، وصوله للنهائي اكثر من مره، ووصوله كذلك الفوز بدوري الابطال مع كلوب 2016 ربما اعطاه خبره واعطاه ثقه اكثر. صحيح هناك مدرب اخر، اسلوب اخر، فلسفه اخرى، لكن ميلان كذلك يبقى احد الفرق الكبيره في ايطاليا، وفريق تاريخي، ثاني فريق بعد ريال مدريد بسبعه القاب، وراء على طول فريق ليفربول بستة ألقاب، بالتالي هناك 13 لقب بين الفريقين، تاريخ كبير لهذين الناديين. هناك تغييرات كثيرة مع مدرب جديد كذلك لميلان مع فونسيكا، طريقة لعب تغير، أسلوب طريقة لعب مع الوافدين الجدد خصوصا موراتا كرأس حلبة، ومع لياو اللاعب النجم، اللاعب الذي حافظ عليه الميلان، بقاؤه مهم جدا للميلان خصوصا في الناحيه الهجوميه وعمليه تسجيل اهداف وكذلك صناعه الاهداف مع بوليزيتش كذلك الحاضر في هذه المباراه، لاعبين تقريبا جيدين مع تعزيزات خصوصا لاعب فوفانا لاعب وسط دفاعي يعطي دائما ثقه للوسط الملعب في عمل افتكاك الكره، عمل السيطره والضغط على المنافس، مع لوفتشوك كذلك اللي قدم موسم رائع الموسم الماضي، انتقاله من تشيلسي الى الميلان ربما كان مهم بالنسبه لهذا اللاعب الذي اصبح لاعب اساسي، وبالتالي مباراه مفتوح على كل احتمالات. محمد، هناك تقارب كبير في المستوى بين الناديين. أرني سلوت يبدا بجوتا وخاكبو وصلاح، ويبقي دياز الذي كان اساسيا في معظم مباريات ليفربول في البريمير ليج على مقاعد بدلاء في هذه المباراه. هو تغييرين عن مباراه نوتنغهام، محمد روبرتسون ودياز، هل هما الاثنين السبب في الهزيمه؟ اشك. روتيشن ممكن، هل تغيير تكتيكي؟ ممكن، انما زي ما بقول لك المدرب الجديد بيحتاج وقت عشان يشوف امكانيات الفرقه. هو يبدا بتسيميكاس وبخاكبو. ايوه. اليسون، ارنولد، كوناتي، فان دايك، سيميكاس في ناحيه الشمال، الاثنين في نص الملعب ماكاليستر وجرافنبرغ، وسابوسلاي وصلاح وجاكبو وجوتي. على الورق الاربعه 2-3-1. في بعض الادوار المختلفه عن المواسم السابقه لسابوسلاي عن الموسم السابق بيلعب تحت المهاجمين، لسه ما تاقلمش. جرافنبرغ وماكاليستر الاثنين في نص الملعب اول ثلاث مباريات كانوا مميزين قوي، خاصه جرافنبرغ، انما بدا يالف في مباراه نوتنغهام، بيزود الكره في رجليه في بعض الاخطاء نوعا ما الفريق اشتغل عليها دايما نوتنغهام. الفريق المنظم اللي بيلعب ليفربول نونو نوتنغهام ادانا نسخه، عاوزان تكسب ليفربول، نظم كويس، افرق انت الملعب، العب على المرتدات، سيرن ايلانجا واودوي كان لهم دور كبير النهارده، لياو وبوليزيتش في ميلان هيشكلوا خطوره على ليفربول. دعونا نتعرف الآن على تشكيلة ميلان. ذكر محمد بوليزيتش أو بوليزيك كما يطلق عليه في أمريكا، ولياو وأيضا موراتا أساسيا في تشكيلة ميلان. موراتا موجود فعلا، ولكن أولا وقبل كل شيء دفاع بأربعة لاعبين مع كالابريا الذي يعود من الإصابة تحديدا، وهيرنانديز من الناحية الأخرى اليسرى الذي لديه تواصل ممتاز مع لياو، لاعبان متكاملين بشكل جيد، وفوفانا اللاعب الجديد الذي سيكتشف دوري أبطال أوروبا في مستوى عالي جدا في ملعب استثنائي لوفتوس تشيك، حيث نأمل أن يكون هذا الثنائي يقدم أفضل ما يمكن لكي يحمي وسط الميدان، ويمكنهم بثلاثة لاعبين في الوسط أن يكونوا في أفضل حالة مع لياو الذي لا يدافع كثيرا، ولكن عندما ينطلق نحو الأمام فعلا يصنع الفارق أمام أي
خصم بوليسيتش كذلك كالحاضر في هذا التنشيط الهجومي، ثم موراتا كرأس حربة لوحده في الهجوم وخلفه ريشنايدر الذي ليس ربما صانع اللعب ولكن يمكن أن يقدم إضافة عند الحاجة بمهاراته التمريرية. بعد أن تعرفنا على تشكيلتي ميلان، علي سعيد الكعبي عاشق الكرة الإيطالية، الملعب الإيطالي سيعلق على هذه المباراة، وهذه المباراة ربما تحرك الكثير من المشاعر لعشاق الكرة الإيطالية. كابتن محمد، هي مباراة كلها عراقة في التاريخ يا محمد، 13 لقب ما بين الفريقين، ميلان منتعش بعد الفوز في الأخير في الدوري، والتشكيلة بتاعت ميلان تشكيلة كويسة أوي، أنا في وجهة نظري فيها توازن، ثلاثي وسط الملعب فوفانا وليفتشيك وريندرز، ثلاثة كويسين ممتازين فيها القوة وفيها المهارة، وأيضا عنده السرعة في خط الهجوم. عنده لياو وعنده بوليزيتش، فالاثنين هيسببوا خطورة جدا على ليفربول إذا وجدت المساحات اللي شفناها في نوتنجهام. فأعتقد الأمور مختلفة، الخصم مختلف، الظروف مختلفة، البطولة مختلفة، إنما ميلان تشكيلة ميلان عجباني، فيها توازن كبير وفيها سرعة وخاصة في التحولات السريعة بالنسبة لميلان. يعني اختيار علي سعيد موفق لهذا المباراة. كل اختيارات بتاعت الاستوديو بالمعلقين بالمحللين بالمنتجين بالمخرجين. طيب دعونا ننتقل مباشرة إلى علي سعيد الكعبي وركلة بداية لهذه القمة في الجولة الأولى من الشامبيونز ليج. علي تفضل لك. اهلا بكم مرة أخرى، أبدأ مع كابتن يوسف الحديث عن الشوط الأول من هذه المباراة. بداية ممتازة لميلان ثم تراجع غريب. صحيح، شوط ممتاز محمد، ظل ميلان شاهدنا فقط 5 دقائق، الدقيقة الثالثة سجل الهدف من عمل جماعي ومرتدة سريعة خصوصا من الجهة اليمنى، بوليزيتش يسدد في الزاوية البعيدة بقوة على حارس الهاسبوكر. الهدف الأول أعتقد أن ربما هذا الهدف يعطي ثقة أكثر للفريق الميلان، لكن شاهدنا العكس منذ هذا الهدف، سيطرة واضحة في نصف ملعب، هنا هدف تعادل نصف ملعب الميلان، هدف اللاعب كان كوناتي من خلال كرة ثابتة خطأ في الجهة اليمنى، ثم الهدف الثاني انهدام الرقابة، الحارس المرمى كذلك من يوم يتحمل مسؤولية الكثير من الأخطاء الدفاعية محمد، خصوصا في الكرة الثابتة ليس هناك حراسة، أخطاء الحارس كذلك، بالإضافة أن الفريق كان ممكن يسجل أكثر من هدف، صراحة ضاع تقريبا 3 فرص، فرصتين على العرض ثم فرصة يعني طلع الحارس، وبالتالي سيطرة وخصوصا فرصة الملعب، لأنه دائما فريق ليفربول يعمل ضغط عالي جدا، لا يعطي فرصة لفريق الميلان لإخراج الكرة، وبالتالي دائما يقطع الكرة تكون دائما خطورة على المرمى. 13 تسديدة مقابل 2 لليفربول. بص ميلان يا محمد باستثناء أول 7 دقائق بيلعب بطريقة مريحة لليفربول. عاوز يبني لعب وعنده فريق بيقوم بالضغط العالي، أحسن فريق في أوروبا حاليا بيقوم بالضغط العالي. ومرة واثنين جربت تبني لعب من ورا مش عارف، ما تلعب الطويلة وتاخد الثانية. لا بالعكس، ده هو جايب عاوز يبدأ من اللعيبة خط الدفاع بتاع ميلان، عاوز يبدأ لعب مع اللعيبة الثنائية بتاع وسط الملعب ليفت تشيك هنا مرة واثنين. ما هو طبعا في أخطاء لأن الضغط 5-6 لاعبين بتوع ليفربول الضغط شرس ومنظم وما فيش تكاسل، لا بأسرع ما يمكن هنا هو الضغط، عاوزين يبنوا لعب، و6-7 أحمر من بتوع ميلان عاوز يبدأ لعب قدام فرقة بتقوم بالضغط العالي عليك، العب الطويل، العب على الياو، العب على بوليزيتش وخد الكرة الثانية مرة واثنين وثلاثة. فالطريقة دي هي اللي مريحة لليفربول، ما تلعبش على نقاط قوة منافسة، العب على نقاط ضعفه، ما تريحوش، لا انت مريح استثناء 7 دقائق لعبت حماس ولعبت على المرتدات وكنت كويس، بعد كده بقى عاوز يبدأ لعب من ورا لا طبعا هيهروك وهياخدوا منك الكرة 6-7 مرات ويخلقوا فرص، بدلك لصلاح عطاه ممتازة مكانها في الشبكة. فأنا أشوف أن الطريقة اللي انتهج بها أو لعب بها ميلان محمد هي أبرزت نقاط قوة ليفربول، وفي المباريات الكبيرة ما تلعبش على نقاط قوة منافسك، العب على نقاط ضعفه واستغل نقاط قوته. مارسيل، تراجع غريب. خيبة أمل كبيرة في الحقيقة، رأينا في بداية المباراة سيطرة لميلان وبعدها يجب أن نكون واقعين، أنا لا أريد أن أقول ذلك في بداية المباراة، ولكن أدركنا بكل صراحة أنه في فكرة التمركز الدفاعي في الحقيقة لا يوجد لاعبين ربما جيدين في إمكانية فرض الضغط على المهاجم لاسترجاع الكرة مباشرة وكذلك ربما للانطلاق في هجمات مرتدة. بوليسيتش الذي يقوم بعمله بشكل جيد، لياو كذلك، أرايندرز أيضا ربما لا ينشط الهجوم كما يجب، لذا يقبلون
الهجمات بدأوا جيدا نعم، ونحن نرى هذا على الصورة الآن مع بوليسيتش الذي حصل على فرصة حيث أنه تطلب بعض الوقت للمدافعين قبل أن يأتوا لتغطية هذه الفرصة، ولكن هذه الفرصة لم تعطي ثقة كافية للفريق كي يواصل ويحاول أن يلعب بأسلوب، وربما كذلك ليدرك بأن ليفربول هو الذي يضغط عاليا في كامل الميدان بشكل فردي على كل اللاعبين وخاصة كل المدافعين، وانطلاقا من ذلك يغير أسلوب لاعبك وتتأقلم على الخصم. سأضيف شيئا آخر، هناك خطأ فني في الهدفين، كيف يمكن أنه في الستة أمتار يمكن للفريق أن يقبل هجمتين بهذه الطريقة؟ غير مقبول بالمرة في هذا المستوى العالي لكرة القدم. ميلان مرة أخرى ليس في المستوى، ولا أعرف إذا ما كانوا يستطيعون رد الفعل. مثال آخر على قيمة أهمية الكرات الثابتة ووجود مدافعين مميزين بالكرات الرأسية. طبعا يعني الكرات الثابتة دائما مهمة بالنسبة للمدربين، وهذه طبعا نتكلم على الوضع الآن، حالة تتكلم عنها كابتن محمد، والضغط العالي اللي عمله ليفربول منع فريق ميلان من الخروج بالكرة بسهولة، فأجبره على الأخطاء اللي وقع فيها، ولذلك كان يجب على خط الدفاع، حارس المرمى، لعب الكرات المباشرة. الضغط العالي أحد أهم أسباب تفتك من الضغط العالي هي الكرات المباشرة. الكرات المباشرة لم تستخدم مع الميلان، بالعكس استخدم أنه يلعب الكرة، يبني الكرة من خلف، وقع بأخطاء كثيرة سببت مشاكل كثيرة بالنسبة لميلان، وكان بكل تأكيد تجاري فريق عنده الإمكانيات الأفضل، عنده السرعة الموجودة، عنده المهارة الموجودة. التغطية العكسية ما بين قلبي الدفاع وأيضا الأطراف كانت نوع من المساحات الموجودة، كالابريا وأيضا توموري في 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 أكثر من موقف، كان في أمور كثيرة جدا يجب أن يكون فيها الهدوء. كرات ثابتة، هذا ليس فريق مثل الميلان في الكالتشو، كرة داخل منطقة الستة لا يوجد رقابة لا من المدافعين، لا خروج صحيح من حارس المرمى. الهدف الثاني هدف سهل جدا، سهل جدا، يعني حارس المرمى، المدافعين، ما في أي شراسة داخل منطقة الجزاء. هذه الأمور ما تحصل مع فريق في الشامبيونز ليج، أنت تتكلم على مباريات توصل لمراحل بعيدة. هذه الأخطاء وقعت فريق الميلان سببت تأخر بالنسبة للفريق. فاصل قصير نعود بعده مشاهدينا الأعزاء مع الإثارة المستمرة مع أهداف في كل ملاعب باستثناء برنابيو في الشوط الأول. قمع. نتوقع شكلا مغايرا لميلان في الشوط الثاني. لا أعتقد، لو لعب نفس الأسلوب ونفس الطريقة وعملت إخراج كرة من الخلف هذا سيعاني أكثر، لأن شاهدنا الفريق ليفربول يعرف كيف يسترجع الكرة بسرعة، خصوصا لعب كاكبو ولعب صلاح ولعب جوتا دائما قويين دائما في عملية الضغط، وما وراءهم وسط الملعب اللي مقدم لهم مباراة ممتازة جدا، خصوصا اللاعب ماكاليستر مع اللاعب سابوسلايت، واحد دائما ما يتقدم يصبح أحيانا كقريب من رأس حربة، بالتالي أشوف أنا صعب على مين اللاعب. كابتن محمد دياز، روبرتسون ودياز أحد الحلول، مع أن جاكبو قدم 45 دقيقة مميزة، ممكن جوتا شوية المختفي، ممكن يلعب دياز ناحية الشمال ويجيب خط ورأس حربة، ممكن من أحد الحلول. فأعتقد دول التغييرين المتوقعين بالنسبة لليفربول اللي بيقدم شوط مميز باستثناء أول 10 دقائق، ضغط سريع ولعب وضغط شرس ولعب سريع، فأعتقد أن الفريق عنده الفرصة أن يسجل أهداف أخرى في الميلان. في هذه اللحظات ينزل فيها لاعبو ميلان مرة أخرى إلى سانسيرو لنعيد كلمة لعلي سعيد كابي والشوط الثاني من لقاء ميلان ليفربول. علي، شكرا لعلي واهلا بكم مره اخرى مشاهدينا الاعزاء. هكذا اسفل الستار على قمه هذه الامسيه بين عريقين، بين ميلان وليفربول، مباراه تنتهي بفوز الفريق الانجليزي على الايطالي بثلاث اهداف لهدف واحد، بعد ان استمتعنا بمباراه مثيره كانت كثيره الاهداف والفرص، انتهت على وقع فوز ليفربول بثلاث اهداف لهدف واحد، وبالتالي ستعود هذه الجماهير التي رحلت من ليفربول من إنجلترا إلى ميلانو الإيطالية سعيدة بفوز فريقها بثلاثة أهداف لهدف واحد، على عكس مشاعر موراتا وبقية نجوم ميلان بعد التعثر في الجولة الأولى لدوري الأبطال. إلى ما حدث في سانسيرو من انتصار كبير ومهم حققه ليفربول على ميلان بثلاثة أهداف لهدف واحد، هل يعود في رأيك السبب لفارق الإمكانيات بين الفريقين أم تعامل كليهما مع هذه المباراة؟ هو في فرق ما بين الفرقتين يا محمد، عناصر، في جودة أعلى لليفربول، وهتقول الاثنين الفرقتين مغيرين الاثنين مدربين صح، بس واحد جاي على فرقة جاهزة وهو أرن سلوت
وواحد لسه جاي بيحاول يبني فرقة فمحتاج وقت. فأوريدي الفرقة الجاهزة اللي عندها نجومها وعندها أسلوبها اللي ما تغيرش كتير أوريدي هتمشي لحد ما تقابل منافسين مساويين ليهم في الجودة وممكن في الشخصية نوعا ما اللي هي الفنية ممكن يتلاقي مشاكل معها. فكويس انه بعد خسارة في الدوري يبقى في ردة فعل. وخلي بالك الهدف الاولاني لو فريق غير ليفربول ممكن ثقته تهتز شوية لانه هو بدأ وحش وبعد كده قدر يتدارك الامور بالذات. الشوط الثاني كانت في الكثير مساحات. طبعا الهجمات المرتده هم مميزين قوي في الهجمات المرتده السريعه، 4 لاعبين موجودين هتلاقيهم على طول طيارات محطات اساسيه بالنسبه للفريق. جاكبو اللي قدم مباراه كبيره لحد ما خرج وعمل التغيير. سوبسلاي في مركز جديد نوعا ما لورا المهاجمين، مركز ما كانش بيلعب فيه الموسم بس هو يحب هذا المركز لانه ممتاز في التسديد ايضا. صح، بس محتاج يتأقلم عليه شوي، محتاج فترة أطول في هذا المركز لأنه هيشتغل بظهره كتير، لازم يلعب أسرع ويتصرف أسرع ويفكر قبل وصول الكرة. صح، ويتعامل مع جرافنبرج وماكاليستر أفضل من كده، يبقى متاح أفضل كده في المساحات لأنه هيشتغل بين الخطوط كتير ويقدر يربط مع صلاح أو جوتا في بعض الأحيان. فأنا أشوف أن الفريق سريع قوي، رتم سريع، التمحطات سريعة في عملية التحولات السريعة دي متعودين عليها، 4 لاعبين أسرع، وده الميزة اللي اشتغل عليها ليفربول أنه فرض رتم سريع. محمد رتم سريع وقوي مش متعود عليه ميلان، فالنهارده دي الميزه بتاعته. حته ان في الشوط الاولاني ميلان كان عاوز يبني لعب وبتاع، والضغط كان العالي بالنسبه لليفربول كان برضو من احد السلبيات اللي تعامل معها ميلان. انا ما اعتقد انه فوز باداء مقنع، باداء كبير وبسرعه كويسه وبشراسه مميزه بالنسبه للفريق. فاعتقد ان الاهم الثلاث نقاط طبعا، والاداء وردة فعل الفريق. اي مدرب جديد عاوز يشوف ردة فعل الفريق بعد اول خساره، فردة فعل كانت موجودة في ملعب صعب خارج ملعبك، فأعتقد أن هي بداية قوية في دوري الأبطال بالنسبة لليفربول. تتحرك رأسك وكأنك تؤيد كلام محمد عن فكرة اللعب السريع الذي قام به ليفربول في هذه المباراة. نعم هذا أمر واضح للجميع، نحن نعرف أن ميلان لا يستطيع فعلا عندما يكون المستوى عالي والتطبيق سريع جدا والنسق عالي للفرق الإنجليزية على سبيل المثال تحديدا. هنا ميلان لا يتأقلم بسهولة ولم يكن حاضرا ولم يتمكنوا من التأقلم بالمرة. نحن نرى بأنه ينقصهم القيادة في هذا الفريق بالنسبة لميلان، ينقص قائد فعلا، حيث أن هناك مجموعة من اللاعبين الجيدين، لا أريد أن أقول بأنهم سيئين، هم جيدين ولكن ليسوا في اندماج تام كما نبحث فعلا من قبل فريق دوري الابطال، وهناك قله ذكاء تكتيكي وفني كذلك. انا لا افهم لماذا ارادوا اخراج الكره من الدفاع بينما يعرفون انهم كانوا موقوفين تماما في مناطقهم ومحجوزين هناك. اذا هناك خيبه امل، ينقص الذكاء التكتيكي وكذلك بالنسبه للقوه الجسديه لم يكن ميلان حاضرا. اذا في كل اجزاء اللعب كان الفريق غائبا وخسر كل تحدياته. اذا يمكن ان نقول بان ميلان فعلا ليس في المستوى المنتظر والمتوقع للذهاب بعيدا ربما في هذه المنافسة. اللقطات الأخيرة التي شاهدناها قبل لحظات توضح استياء ربما صفرات استهجان جمهور ميلان على الفريق، كان أكيد يتمنى جمهور ميلان أن يظهر الفريق بشكل أفضل مما شاهدوه في هذه المباراة. رغم ذلك ميلان لم يقدم مباراة سيئة، وصل لمرمى فريق ليفربول في أكثر مناسبة، وكان ربما ينقصه اللمسة الأخيرة والتسجيل. هو للأمانة يعني ميلان عنده أخطاء في التمركز الدفاعي، عنده أخطاء في الكرات الثابتة، الجمهور أكيد راح يكون زعلان وصافرة استهجان. الجمهور يطمح إلى أن الميلان يقدم مباراة ويفوز في هذه المباراة، لأن الميلان يحتاج لدفعة معنوية كبيرة جدا في السكوديتو. المباراة القادمة مع الإنتر ديربي الغضب، يريد أن يدخل هذا الديربي وهو متفوق على ليفربول. وايضا الجانب سيناريو المباراه، سيناريو المباراه تقدم اول 3 دقائق 4 دقائق سجل هدف، كانت الامور تسير بشكل ممتاز للميلان، لكن اخطاء، والاخطاء وقعت في الكرات الثابته وهي اهم شيء، وهي عقليه وثقافه الدوري الايطالي والكره الايطاليه الكرات الثابته، ان الكرات الثابته دائما الافضليه للمدافع وحارس المرمى. انتهى، نقطة آخر السطر. الكرة الإيطالية من الصعب جدا أن يدخل يسجل فيك هدف بهذه الطريقة، هذا غير ممنوع، هذا من الأشياء الممنوعة في الكرة الإيطالية. لكن شوف أن الهدفين اللي سجل عليهم في الشوط الأول من كرات ثابتة، لذلك يعني الجمهور من حقه أن يستاء، من حقه أن يعبر عن غضبه، يعبر عن ما حصل
من ردة فعل، وهذا طبيعي جدا لأن الميلان ترى كرة القدم ممكن تخسر عادي طبيعي، تخسر اليوم تتعادل تفوز، لكن أخسر بقوة المنافس وليس بأخطائك اللي وقعت فيها، وأخطاء تعتبر بدائية بالنسبة للفريق في الكالتشو. تكلم عن فريق مثل ميلان، فريق يطمح إلى يذهب بعيدا، أنه يحقق بطولات، أن يكون على الأقل منافس وبقوة ولا يظهر بهذا الشكل. الجماهير نعم قد تكون هي يعني نوعا ما مستاء من الخسارة، لكن التفكير الأكبر للديربي أمام الإنتر. هنا إصابة مبكرة كانت لمينيو حارس مرمى ميلان، ومع ذلك أكمل مباراة حتى خرج بإصابة أكبر في نهاية في بداية الشوط الثاني. فعلا كنا نعرف بأن هذه إحدى نقاط ضعفه، هو تمكن من لعب اليورو بأكمله في الموسم الماضي، كذلك واجه بعض الصعوبات على المستوى الجسدي وكان غائبا في العديد من المرات عن فريقه، وهنا مرة أخرى من سوء حظه فعلا هذه الهشاشة نوعا ما. هذا حارس جيد جدا رغم كل شيء، رغم أنني أظن أن هناك خطأ من قبله في الهدفين الذين قبلهما ميلان، ولكن نعم الآن قلة حظ نوعا ما أيضا، وهناك بعض الهشاشة أيضا، هذا من سوء الحظ. ميلان يحتاج إلى كل الفريق لكي يتمكن من أن يأمل في أي شيء، في شيء ما على الأقل، لأنه على الدكة لا يوجد أسماء كبيرة. عندما عود اللعب نعم مانيو، ولكن عندما ننظر خلال اللعب لا يوجد إلا أبراهام فقط الذي يمكن أن يأتي ويعطي نفسا ثانا لهذه المجموعة التي تواجه صعوبة كبيرة جدا الآن، صعوبة واضحة للعيان. إذن الصبر الآن، المباريات القادمة لا تتشابه، المباراة القادمة قد تكون أفضل أمام الأنتر ليرفعوا رؤوسهم ويفهموا نوعا ما أين أخفقوا في هذه المباراة وأين لم يكونوا أذكياء تكتيكيا لكي يتمكنوا من احتواء مباراة هكذا. مشاركة كيزا دكتور والكثير من المكاسب سيعود بها ليفربول إلى أنفيلد بعد هذه المباراة. طبعا فوز مستحق لليفربول، ثلاث نقاط مهمة، وفوز يعني فني ومعنوي بعد التعثر في الدوري، استعاد نوعا ما الجانب المعنوي من السانسيرو، من ملعب الصعب. هذا رابع فوز من رابع زيارة لليفربول لهذا الملعب، مرتين على إنتر مرتين على ميلان، وملعب صعب يعني بالنسبة لأي فريق يحضر في هذا الملعب، لكن فوز مهم جدا. عناصر شاركت في الشوط الثاني، إجراء بعض التغييرات، إراحة بعض اللاعبين، شيء جيد بالنسبة لليفربول ليبني عليه لما هو قادم من مباريات قبل التوقف الدولي أو حتى الجولة الثانية من الشامبيونز ليج.